اختتمت في جنيف الجولة الأولى لمباحثات اللجنة الدستورية السورية بمشاركة ممثلين عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني بإشراف الأمم المتحدة بهدف رسم خارطة طريق سياسية تساعد على إحلال السلام والاستقرار. المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدريسون أشار إلى أن الإصلاح الدستوري يشكل مدخلا جيدا لتضميد جراح الشعب السوري. Obviously, you know, no secret that they have been discussing issues related to Syria's sovereignty, independence, and territorial integrity. They have obviously been discussing issues related to terrorism. They have been discussing issues related to the importance of state institutions. They have been discussing issues related to the rule of law, the importance of that, the separation of powers, all issues you could imagine which is of relevance to developing a constitution. رئيس وفد المعارضة السورية هادي البحرة قال أن الدستور يجب أن يستجيب لتطلعات الشعب السوري نافيا أن تكون هناك إملاءات أو وصفات جاهزة، مؤكدا أن الدستور السوري سيكتبه السوريون وحدهم. يشار إلى أن اللجنة الدستورية تشكلت من 150 عضوا ممثلين للنظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني، وحظت المفاوضات التي اختتمت اليوم بتأييد كبير من القوى الدولية. تم وضع النقاط التي يمكن الاستفادة منها كمبادئ دستورية وأفكار ومقترحات وضعت جداول بها قدمتها الأطراف الثلاثة المعارضة والوفد مرشحي الحكومة السورية والمجتمع المدني، وبهذه الجلسة اليوم تم إنهاء دراسة هذه الكلمات كما قلت وتنظيم الأفكار فيها. في ختام أسبوع من عمل اللجنة الدستورية شدد المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدريسون على أن ما توصلت إليه اللجنة الدستورية ليس كافيا وأن مباحثات جنيف جيدة وجوهرية، لافتا إلى أن الجولة الجديدة من المباحثات ستعقد في 25 من نوفمبر الجاري، مؤكدا أن الدستورية لم تناقش ملف المعتقلين والسجناء في جولتها الأولى. مباحثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف تعتبر خطوة مهمة ومنعطفا في العملية السياسية. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.